Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. اليوم أعزائي التلاميذ راح نكون مع سلسلة مراجعة للسنة الثالثة متوسط لغة فرنسية راح نراجعوا مع بعض الوحدة الأولى. alors قريتوا أعزائي التلاميذ في الوحدة الأولى يعني البروجي نيميرو 1 هو لو في دي فير. واش هو لو في دي فير؟ يعني نكتبوا مقالة أو نكتبوا تقرير على حديث معين. أما في لا سيكونس 1 فقريتوا على لا بريف. واش هي لا بريف؟ يعني كاين تلميذات ومن بينهم التلميذة مرام سقستني واش هو الفرق ما بين في دي فير واش هو الفرق ما بين لا بريف. اذا لاحظي جيدا بنيتي، دونك لا بريف هي عباره او لو في دي فير، ديجا نشرح لك الاولى شو ولا لو في دي فير. هو عباره عن ان تكست، يعني هو نص طويل متكون من عده فقرات، فيه عنوان وفيه كذلك لو بتي شابو، راح من بعد نشوفه في الدروس، ويكون طويل جدا ويكون فيه التفاصيل. اما لا بريف فهي عباره عن فقره من اربعه اسطر. داكوغ، تبع معايا. هذه هي كما تشوفوا قد معايا اعزائي التلاميذ كيفيه كتابه موجز. يعني واش هي لا بريف؟ اول حاجه لازم نعرفوا واش هي مكونات لا بريف. كما راكم تشوفوا، اول حاجه راكم تشوفوا عندنا ان سول باراغراف، يعني فقره واحده، راكم تشوفوا فيها فقره واحده. ثاني شيء نلقوه في لا بريف عندنا لو تيتغ، ممكن انكم تلقاو لو تيتغ، ممكن انو نستغناو عليه. اما ثالث حاجه فهي لا سورس والمصدر، دائما ما نلقاو المصدر في لا سورس نتاعنا. هل هذا واضح؟ اذا قلنا لا بريف هي عباره عن فقرة تتكون من أربعة أسطر، خمس أسطر، حتى ستة أسطر. هي مأخوذة من قصة حقيقية، يعني أحداثها حقيقية، فيها فقرة واحدة، فيها العنوان، وكذلك لدينا المصدر. هذا فيما يخص لابغاف اللي سقسونا على لابغاف. الآن راح نشوفوا واش هي المواضيع التي تتضمنها لابغاف. عندنا أول حاجة عندنا أكسيدون، يعني حوادث المرور، ماشي فقط حوادث المرور، مثلا هنالك عامل مثلا سقط من المبنى اللي كان يعمل فيه إلى آخره. دونك كذلك عندنا لي ميفي واللي هي الجرائم، نعطيتكم مثال فول بمعنى سرقة، قاعدين تاني نقولوا براكوناج بمعنى الصيد الغير الشرعي. كذلك لدينا كاتاستروف، لي كاتاستروف ناتشورال بمعنى الكوارث الطبيعية، يعني ممكن أنو نلقاهم في لا بريف. مثال عطيتكم على الكوارث الطبيعية، عندنا كلمة إينونداسيون واللي هي مثلا الفيضان، عندنا كذلك سييزم بمعنى الزلازل. دونك معنا كذلك عندنا لانسوندي الحريق، عندنا مجموعة من الكوارث. إذا أعزائي التلاميذ هذا فيما يخص المواضيع اللي نصادفوها في لا بريف. قلنا عندنا اكسيدون، عندنا ميفي، وعندنا كاتاستروف. اذا هذه هي مواضيع لكتابه الموجز او لكتابه لا بريف. هذا فيما يخص المراجعه الاولى. نمر الان للمراجعه الثانيه. الان اعزائي التلاميذ كي نجيو نكتبوا فقره او نكتبوا هاد لا بريف اللي هي الموجز، يعني كي نقولوا موجز معناتها مختصر عن قصه، يعني حنايا مثلا قصه طويله حادث صرا الى اخره، ما نبقاوش نحكوا في التفاصيل، نحكوا التفاصيل في لو في دي فير. اما في لا بريف فقط نقولوا يعني الشيء المهم. داكوغ، اذا هنا لا بريف دو ريبوند لي كيسيون سيفون، يعني في لا بريف تاعي لازم نصيبوا هاد الاسئله، يعني في لا بريف الاسئله هذه اللي نلقاوها، يعني الإجابة تاعها لازم نلقاوها في لابغاف تاعي. أول سؤال نلقاو كي، واش هي كي بمعنى من، من بمعنى الأشخاص. عندنا أو بمعنى أين، أين يعني المكان. عندنا كذلك بوركوا، لماذا، يعني هنا راح نتحدثوا على الأسباب تاع الحادث هذا اللي صرا، يعني لي كوز. كومون، لدينا كيف، يعني النتائج، لي كونسيكونس، واش هما النتائج تاع هذا الحادث. لدينا كذلك كون بمعنى متى، يعني الزمن. ولدينا كذلك كوا بمعنى ماذا، يعني واش هو هذا الحدث اللي راه صاري، هل هو اكسيدون ولا كاتاستروف ناتوريل ولا باغيزون ان براكوناج ولا ان فول ولا اكسيتيرا. دونك هذا فيما يخص الاسئله اللي نلقوهم في لا بريف. نمروا الان الى نوعيه هذه الاسئله. اذا تحدثنا مثلا على او، يعني السؤال اللي نطرحوه اللي هو او بمعنى المكان، مثلا عطيتكم هنا امثله، نقولوا مثلا سور لوتوغوت دو عنابه ولا لوتوغوت اسكيكدا ولا مثلا لوتوغوت ولا سور لوتوغوت دو زيرالدا. كي نجيو نتحدثوا على متى، يعني الزمن، هنا نقولوا باغ اكزومبل لا سيمين ديرنيير، مثلا الاسبوع الماضي، ولا مثلا لو 20 افريل، يعني 20 افريل، ولا مثلا لو 18 مارس 2016. يعني هنا على حسب الفقره تاعكم واش فيها ك يعني كتاريخ. اما فيما يخص كي الشخصيات، ممكن ان نصادفوا الشخصيه تكون مثلا ان شوفور ولا ان بيتي غارسون، يعني طفل صغير، او مثلا ان موتوسيكليست، يعني هذاك الذي يسوق الدراجه الناريه. كذلك لدينا بوركوا، هي لماذا، هنا لماذا يعني ما هو السبب هذا الحادث، هل ممكن ان يكون ان تيكستو بمعنى رساله نصيه قصيره، او مثلا اون ابيل بمعنى اتصال. كوا
يعني بماذا او عفوا كوا بمعنى ماذا، واش صرنا مثلا يعني الحادثه تاعي على واش يتحدث، ممكن انه يكون شوت دا موتوسيكليست يعني سقوط تاع دراج ناري، او كذلك شوت دا اوتوكار يعني سقوط وانحدار ل ان بوس اوتوكار بمعنى حافله نقل للتلاميذ. اما فيما يخص النتائج هنا اعزائي التلاميذ لاحظوا معايا مليح، فيما يخص النتائج قلنا مثلا هنا نقولوا واش صرا في الحادث يعني النهايه تاع الحادث هذا يعني نتائجها، مثلا نقولوا 30 مخ يعني 30 ميت، عندنا 14 فيكتيم يعني 14 ضحيه، او 20 بليسي يعني 20 جريح. كذلك نجمو نقولوا كذلك لا بروتيكسيون سيفيل اي بمعنى الحمايه المدنيه، ا ايفاكوي بمعنى انقذت لي فيكتيم او اخذت لي فيكتيم فيغ لوبيتال. هذا فيما يخص لا بريف. نمروا الان لشيء اخر. الان اعزائي التلاميذ جينا للموضوع اخر واللي هو لو باس كومبوزي. يعني احنا باش نكتبوا هذا لا بريف لازم الافعال تاعني تاعي نصرفها فيهاش في الباس كومبوزي. واش هو الباس كومبوزي باللغه العربيه؟ هو الماضي المركب. علاش قلنا عليه مركب؟ لانه يتركب من شيئين. عندنا اول شيء يتركب منه اتر اي افوار يعني الفعل اتر اي افوار، ولازم نكونوا مصرفينهم فيهاش في البريزون دو لانديكاتيف. ولدينا كذلك لو بارتيسيب باسي. لو بارتيسيب باسي دوك نشوفوه واش هو. اذا نرجع لاتر او افوار. الوغ اعزائي التلاميذ قلنا انه باش نصرف اتر و افوار لازم عليا كي نصرفهم يكونوا مصرفين في البريزون دو لانديكاتيف. تبعوا معايا، عندي اتر جو سوي، تو اي، ايل ال اي، نو سوم، فوز ات، ايل ال سون. اما فيما يخص افوار فنقولوا جي، ماشي جو الاولى، نقولوا جي، تو ا، ايل ال ا، نو افون، فوز افي، ايل افيك اس، ايل افيك اس، اون. هذا فيما يخص اتر و افوار. لازم اول شيء نعرفوا اتر و افوار. ثاني حاجه لازم نعرفوها واللي هو واش هو لو بارتيسيب باسي. تبعوا معايا، حنا نعرفوا البارتيسيب باسي. بون، حنا شحال عندنا من فعل؟ عندنا ثلاث انواع تاع الافعال، عندنا فيرب تاع برومي كروب، وعندنا دوزيام كروب، وعندنا ثروازيام كروب. اذا نرجع للافعال تاع برومي كروب كيفاش نعرفها؟ دائما نلقاوها تنتهي بالانفينيتيف او ار. دونك كي نلقى الانفينيتيف او ار دونك راح نقلعها وندير البارتيسيب باسي تاعها هو اي. راكم تشوفوا راني ندير عليه دائره خضراء، هو اي، هذا هو البارتيسيب باسي. اثنين، الافعال اللي تكمل مثلا بالاي ار اللي هي افعال تاع الفوج الثاني، دونك نقلع هذيك الاي ار وندير في مكانها اي. اما فيما يخص لي فيرب دو ثروازيام جروب فهنا حذاري، هنا لي فيرب دو ثروازيام جروب لازم نكونوا حافظينهم، ما عندهمش قاعده خاصه. يعني الافعال اللي تكمل بالار او دي ار او والواغ، هادو سو سون دي فيرب دو ثروازيام جروب. بارتيسيب باسي تاع ثروازيام جروب يكون ممكن انه يكون او، ممكن يكون تي، ممكن يكون اس، او ممكن يكون اي. هنا راح نعطيكم مجموعه من الامثله. نعطيكم على سبيل المثال افعال تاع الفوج الاول لي فيرب دو برومي جروب. مثلا هناكم تشوفوا بارلي، بارلي راه يكمل بالاو ار، قلعنا ديك الاو ار في مكانها درنا اي. كيف كيف شانتي، قلعنا او ار درنا في مكانها اي. مونجي، قلعنا هذيك الاو ار ودرنا في مكانها الاي. لي فيرب دو دوزيام جروب دونك عندنا فينير و شوازير. دونك فينير هنايا قلعنا كما راكم تشوفوا ديك الاي ار ودرنا في مكانها الاي، وقلعنا الاي ار الزوجه تاع شوازير ودرنا في مكانها الاي. حاضر، هنا الافعال تاع ثروازيام جروب راكم تلاحظوا معايا. هنا مثلا عندي لو فيرب فولوار، قلنا الفولوار يتبدل كومبليتوم وكونوا فولي. عندنا دير دي، عندنا سافوار سو، اتر ايتي، افوار او. هنا قلت لكم افعال تاع ثروازيام جروب ما كاينش قاعده، فقط عليكم بحفظها. نمروا الان للسؤال المطروح، كيفاش نعرف وينتا ساي البارتيسيب باسي؟ دوكا رانا نعرفوه، راه جاينا ساهل. الان السؤال المطروح، كيفاش نعرف بلي الفعل نتاعي يتصرف مع اتر ولا افوار؟ يعني وين تنديروا اتر وين تنديروا افوار؟ اعزائي التلاميذ عندنا فيما يخص افوار و اتر، لاحظوا معايا لي فيرب كي سو كونجيك افيك اتر، يعني الافعال اللي تتصرف مع اتر و افوار. نبدا ب اتر. افيك لوكسيليغ اتر إليا 14 فيرب، يعني مع لوكسيليغ اتر عندنا 14 فعل. هادو 14 فعل كي تلقوهم توجور 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 رايحين تصرفوهم مع لوكسيليغ اتر. الافعال هي عندنا ناتر، لي بجانبه، لي بجانبه موغيغ، عندنا الي فونيغ، عندنا اغيفي بارتيغ، عندنا باسي ريستي، عندنا روتورني، عندنا تومبي، اونتخي سورتيغ، مونتي ديسوندر. هادو هما افعال 14 اللي يتصرفونا مع لوكسيليغ اتر. عندنا هنا ملاحظه خاصه، والافعال اللي نصيبوهم لي فيرب برونومينال. واش هما لي فيرب برونومينال؟ نلقو فيهم مثلا سو لافي، سو لوفي، اكسيتيرا. نلقو فيهم سو، اللي نلقو فيهم سو والفيرب، اذا هنا اوتوماتيكمون يتصرفوا مع لوكسيليغ اتر. اذا نكملوا الان مع المراجعه اللي بعدها. الان اعزائي التلاميذ راح نعطيكم امثله كيفاش نصرف مع لوكسيليغ افوار، يعني كيفاش نصرف في الفعل تاعي في الباسي كومبوزي مع لوكسيليغ افوار. دونك تبعوا معايا. دونك عندي المثال الاول
la protection civile, يعني الحماية المدنية, évacuée, أنقذت les victimes, أو أخذت les victimes الضحايا vers l'hôpital, إلى المستشفى. هنا إذا تبعوا معي أعزائي التلاميذ واش قلت لكم, أول حاجة نشوف الفعل نتاعي, هو ستانفير دو برومي كوب. دونك أول حاجة كما راكم تشوفوني دايرة دائرة على هذاك الأو إر, نقلع داك الأو إر وندير في مكانه الإي اللي هو هذا الإي, هو البارتيسيباسي. هذيك الخطوة الأولى. الخطوة الثانية قلت لكم نشوف الفعل نتاعي إذا يتصرف مع إتر ولا مع أفوار. هنا السؤال تطرحوه, اذا مرام راكي تبعي معايا نطرح لك السؤال, هل الفيرب ايفاكوي يتصرف مع اتر ولا يتصرف مع افوار؟ تري بيان, ايفاكوي يتصرف مع افوار, دونك ماهوش في القائمه تاع 14, اذا يتصرف مع افوار. اذا هنا ملاحظه فقط, قلنا بلي مع لوكسيليغ اتر عندنا 14 فعل يتصرفوا مع لوكسيليغ اتر, اما الافعال الاخرين فكامل يتصرفوا مع افوار. هنا بما ان الفعل تاعي مراش ضمن القائمه تاع 14, اذا نتصرفوا مع الاف, مع الافوار. هنا السؤال مطروح, علاش درنا الا بالذات؟ لانه حنا نعرفوا الافوار تاعي عندي جي تو ا ال ال ا نو زافون فو زافي ال افيك اس ال افيك اس او. علاش اختارينا ا؟ لانه لا بروتيكسيون سيفيل, لا بروتيكسيون سيفيل في راسي نعوضها دائما ب ال, ومع ال ال دائما نقولوا ا. اذا نقولوا ال ا ايفاكوي, ماشي تعوضوا ال ال, حنا ال انا درتها لكم فقط لتوضيح علاش درنا الا. داكوغ. مثال اخر تعطيتكم مع افوار, عندنا دي فولونتير يعني متطوعين, غاماسي لي زوردور بمعنى رمي لمونه في هذوك الاوساخ. دونك هنا توجور اول حاجه نشوفوها الفعل تاعي يكمل بالاو ار, اذا ستاندر دو برومي جروب, نقلع هذيك الاو ار كما راكم تلاحظوا درت في مكانها واش اي, هذا هو البارتيسيباسي كخطوه اولى. حاجه ثانيه قلنا نطرح السؤال, هل الفعل تاعي يتصرف مع اتر ولا يتصرف مع افوار؟ مرام نفس السؤال ليك, هل غاماسي يتصرف مع اتر ولا مع افوار؟ تري بيان, اذا غاماسي يتصرف مع افوار, هنا رايحين نديرو لوكسيليغ افوار. لكن واش هو بالضبط لوكسيليغ افوار؟ اذا نرجعوا للسوجي تاعي, دائما عندنا دي فولونتير, دي فولونتير في راسك دائما تعوضيها ب ايل افيك اس, اذا مع ايل افيك اس عندنا اون, الوغ نقولوا دي فولونتير اون غاماسي لي زورتور. هذا فيما يخص كيفاش نصرف مع افوار. الان نمروا كيفاش نصرفوا مع لوكسيليغ اتر. Alors, الان كيفاش نصرف, comment conjuguer les verbes au passé composé avec l'auxiliaire être, كيفاش نصرف الافعال في الماضي المركب مع الفعل être. هنا حذاري, هنا سي فغي نديرو لو بارتيسيباسي, لكن عندنا حاجه واحده اخرى نديروها وتبعوا معايا اللي هي لاكور دو بارتيسيباسي, اي علامات الربط. واش معناتها كلمه علامات الربط؟ قلنا ان الفعل يرتبط بالاسم في النوع والعدد فقط مع لو فيرب اتر, يعني كي نقول لك النوع راح نديرو الاو تاع الفيمينا والعدد نديرو اس تاع البلوريال. هنا راح نعطيكم مثال نوضح لكم اكثر, عندي دي فولونتير سورتير بور نيتواي. اذا عطيتكم هذا في الامتحان مرام تبعي معايا مليح, وقلت لك هذا الفعل صرفيه لي في الباسي كومبوزي, اول خطوه ديريها واش؟ دونك سي تري بيان, اول خطوه ديريها انك تقلعي هذيك الاي. الوغ قلنا بلي هنا راح نقلعو في الفيرب سورتير, راح نقلع هذيك الاي ار وندير في مكانها الاي. ثاني حاجه قلنا الخطوه الثانيه نشوفوا الفعل تاعي يتصرف مع اتر ولا مع افوار, اذا سورتير يتصرف مع اتر, اذا علاش درنا سون؟ نرجعوا للسوجي تاعي هو دي فولونتير, وهذه دي فولونتير نعاودوها في راسي بالايل افيك اس, نقولوا ايل سون. هنا الباسي كومبوزي تاعي ما كملش, هنا اذا كان عندك اتر, حذاري اذا كان عندك اتر نزيدو يا اما نزيدو او تاع الفيمينا ولا نزيدو اس تاع البلوريال, وين تزيدوهم نرجعوا دائما للسوجي تاعي. دي فولونتير اول حاجه بما انه راه عندك دي فولونتير نشوف هذا السوجي هل هو في الفيمينا ولا البلوريال, هل هو في الفيمينا ولا الماسكولين, هل هو مؤنث؟ دونك حنا واش نقولوا؟ نقولوا ان فولونتير ولا اون فولونتير؟ اذا نقولوا ان فولونتير, اذا ما رايحينش نزيدوا لو او, نزيدوا فقط اذا كان السوجي تاعي فيمينا. اما هنا بما انه راهي عندي دي فولونتير بما انه بلوريال, اذا رايحين نزيدوا الاس. داكوغ. نعطيكم مثال اخر باش تزيدوا تفهموا اكثر, عندنا فاني اي سي كاماراد, يعني هذه فاني اسم تاع بنت واصدقائها, تومبي اصدقائها كبنات, دونك تومبي. هنا اول خطوه قلنا نديروها بما ان الفعل تاعي يكمل بالاو ار, راح نقلع ديك الاو ار وندير في مكانها الاي. ثاني حاجه الفعل تاعي بما انه يتصرف مع اتر راح ندير لوكسيليغ اتر, علاش درنا سون؟ لان فاني اي سي كاماراد بمعنى ال افيك اس, دونك نديرو سون. دونك هنا نعاود نزيد نشوف الفعل تاعي بما انه وين تندير فقط هذه لاكورد, حذاري ندير فقط هذه لاكورد اذا كان الفعل تاعي راه يتصرف مع اتر فقط. دونك هنا علاش درنا الاو؟ راكم تشوفوا راني زايده الاو راني زايده الاس, علاش الاو؟ بما ان فاني اي سي كاماراد في راسي دائما نعوضها بالال افيك اس يعني فيمينا, دونك سي بور سا زدت الاو. وعلاش زدت الاس؟ لانه راه عندنا بلوريال اي الجمع, دائما الاو تجي قبل الاس. حذاري, هذا فيما يخص مراجعه تاع الباسي كومبوزي, نمروا لمراجعه اخرى. المراجعه اللي بعدها اعزائي التلاميذ هو لوشون ليكسيكال, اي الحقل الدلالي. واش هو الحقل الدلالي؟ قلنا هو مجموعه من الكلمات تنتمي الى نفس الفكره. نعطيكم مثال هنا, مثلا اذا قالوا لكم اعطوني لوشون ليكسيكال تاع مثلا بليسي ولا باردون
هنا لو شون لكسيكال تاع اكسيدون، عفوا لو شون لكسيكال تاع اكسيدون بمعنى حادث مرور. واش هو؟ عندنا لي بليسي الجرحى، عندنا فيكتيم الضحيه، عندنا كارومبولاج بمعنى اصطدام، عندنا لا مور الموتى. هنا فقط باش نوضحكم اكثر واش هو لو شون لكسيكال، تفكروا دائما المقلمه، واش هي الاشياء التي تنتمي الى المقلمه؟ عندنا قلم الرصاص، قلم ازرق، مسطره، ممحه، مبره الى اخره. هذا هو لوشون ليكسيكال اعزائي التلاميذ. مثلا اذا عطاكم مثال، عطاكم موضوع على يهدر على كاتاستروف ناتوريل وقال لك عطيني لوشون ليكسيكال تاع كاتاستروف ناتوريل، واش تقولي له؟ لي زانسوندي، لا بروتيكسيون سيفيل، امبيلانس اكسيتيرا. دونك هذا فيما يخص لوشون ليكسيكال. نمر الان لدرس اخر قريناه واللي هو ظرف الزمان وظرف المكان، اللي هما لي زانديكاتور دو طون اي دو ليو. واش هو ظرف الزمان؟ قلنا بلي سي لو كومبليمون سيركونسانسييل دو طون، هو الذي يدل على وقت معين. عطيتكم هنا امثله، ممكن ان يكون اوجوردي اليوم، او يكون سات سيمان هذا الاسبوع، او يعطيكم اي نوع من انواع الازمنه. اما فيما يخص لو كومبليمون سيركونسانسييل دو ليو واللي هو لو سي سي ال، اللي هو ظرف المكان، ممكن هنا قلنا كامثله دو لا ريجون، دون لا ريجون دو بليدا، يعني في منطقه بوليدا، بري دو ما ميزون، بالقرب من منزلي، بري دي كوت ايطاليان، بالقرب من السواحل الايطاليه. هذه فقط كامثله مديتها لكم، وهذو كانوا درسين سهلين فقط. الان نمر الى كيفيه كتابه اون بريف. الوغ هنا اعزائي التلاميذ ركزوا معايا مليح، كومون ايكريغ اون بريف، كيفاش نكتبوا اون بريف؟ اذا عطاكم مثلا في فرض او في اختبار هذه النوعيه من الانواع، من انواع الطابلوات او الجداول، يقول لك كي، كوا، او، كان، اي بوركوا. يعني كي من، كوا ماذا، او اين، كان متى، بوركوا لماذا. دونك عندنا كي هنا كمثال، اليس اون في دو 15 ans، يعني اليس هي بنت عندها 15 سنه. كوا واش صرا؟ رومبورتي لو بري نوبل اون ماتيماتيك، يعني تحصلت على جائزه نوبل في الرياضيات. او اين في نيويورك، كان متى في 22 افريل 2017. دونك هنا بوركوا لماذا؟ قلنا بلي لانها مثلا هنا انفونتي اون نوفيل ميثود دو كالكول، لانها اخترعت طريقه جديده في الحساب. كذلك هاد لا ميثود، يعني الطريقه نتاعها ابروفي، يعني اعتمدت من طرف الاساتذه الجامعيين. الوغ هنا السؤال مطروح، كيفاش نكتب من خلال هذا الجدول؟ نكتب هاد لاباغ، تبعوا معايا الطريقه كيفاش نكتبوا. اول حاجه نبداو اليس اون في دو 15 ans، يعني هذه اليس بنت ذات 15 سنه. هنا قلنا واش هو كوا، يعني السبب هنا او ماذا شصرا؟ رومبورتي لو بري نوبل. هنا ما نكتبش هذه رومبورتي كيما راهي، نو، لازم قلنا نصرفوها في الباسي كومبوزي. دونك رومبورتي بما انه يتصرف مع افوار، فتكتب كالشكل الاتي، نقولوا اليس اون في دو 15 ans a remporté، a remporté le prix Nobel en mathématiques. وينتا؟ يعني متى؟ le 22 avril 2017. داكوغ، أ نيويورك، في مدينة نيويورك. كاغ، هنا ندخلو الأسباب، لماذا؟ بوركوا. إل، هنا باش ما نضلوش نديرو التكرار أليس أليس أليس، نقولو إل. هنا رانا شفنا قلنا في قلنا إنفونتي، ما نخلوش كيما راح نصرفو في باسي كومبوزي، ألوغ نقولو إل أ إنفونتي أون نوفيل ميثود دو كالكول، بمعنى اخترعت طريقة جديدة في الحساب. هاد الطريقة سيت ميثود، نقولو هنايا عندنا أبروفي، أبروفي كذلك لازم نصرفوه في الباسي كومبوزي، إذا نقولو أ إيتي أبروفي، حضري أ إيتي، هذا سي لوكسيليغ إتر بحد ذاته رانا مصرفينو في الباسي كومبوزي، نقولو أ إيتي أبروفي باغ لي بروفيسور أونيفرسيتير، يعني من طرف أو اعتمدت هاد الطريقة من طرف الأساتذة الجامعيين. هنا نجمو نقولو مثلا هاد المصدر لا ليبرتي، يعني جريدة الجريدة يعني جريدة واسمع جريدة لا ليبرتي الحرية أصدرت هذا المقالة أو هذا البغيف لو 17/2/2020. دونك أعزائي التلاميذ، هذا فيما يخص المراجعة العامة اللي درناها للسنة الثالثة متوسط. جيسبيغ كو هاد لا فيديو تلقاكم بخير وعلى خير. إذا راكم جد في القناة ما تنساوش تابوني وتأكتيفي لا كلوش بوغ ريسيفوار توت مي فيديو. جو تو سويت لو بون سوكسي، أو روفوار على لا بروشان فيديو.